الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين ثم أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها صغيرها وكبيرها خطأها وعمدها شركها وبدعتها ما علمنا منها وما لم نعلم يا غفور يا غفار اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وفيتها يا الله اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فوفقه كل خير ومن اراد بالاسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره اللهم اهدي ووفق ملك هذا البلد بما تحب وترضى اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة.